قرص جايبها لكم من فلسطين. 4 كوبايات من الدقيق، عليهم كوبايه من الزيت، نص كوبايه من الزبادي، وبص كميه البهارات الموجوده عندي بقى: سمسم، شمر وينسون، حبه البركه، كركم، ولبن بودره، وريحه كحك، وخميره، وفانيليا، وبيضه، وادي الزبادي والزيت، وهنعجن بميه. يبقى نقول تاني: كيلو دقيق، معلقتين كبار حبه البركه، معلقه كبيره كركم، معلقه كبيره محلب، معلقه كبيره خميره فوريه، معلقه كبيره ريحه كحك، كوبايه زيت، وسمسم، ورشه ملح، ورشه سكر، وميه للعجن. خلاص، وبيضه وفانيليا وشمر وينسون، كل ده جوه العجينه، مفيش حاجه بره. اللي بصوا بقى بيعملوا ايه، هو بيجوا بقى بعد ما بيخلصوا بتطلع القرص دي من الفرن، بيدهنوها بزيت زيتون، بيدهنوها بزيت زيتون، اللي حب يعمل دي يعمل، اللي ما يحبش يسيبها زي ما هي كده زي ما انتوا عايزين. خلاص، فانا عندي هنا كيلو دقيق، مش 4، ده كيلو، يعني دي يعني 6 كوبايات. ماشي، مش عارف ده هيقضي ده ولا مش هيقضي كيلو الدقيق ده كله بقى، هو ورزه. بسم الله الرحمن الرحيم. كيلو دقيق، عليه معلقتين كبار سمسم، شمر وينسون، ممكن تحمصيهم الاول في الطاسه يبقوا حلوين قوي برضو، حبه البركه معلقتين كبار برضو، محلب معلقه كبيره، وريحه محلب، دي ريحه محلب، ماشي محلب. ده غير السحلب، ماشي. لبن بودره، معلقتين لبن بودره كبار، معلقه كبيره كركم، رشه الملح. يبقى هنا بصوا، شمر، الحبوب اللي حطيناها شمر وينسون وحبه البركه وسمسم، وحطيت كركم وحطيت محلب، ماشي. عايز احط ريحه كحك، احط ريحه كحك برده حلوه. وادي الخميره، وايه تاني، ايه بس ده النواشف كده دلوقتي، خليها نقلب النواشف مع بعض بالراحه كده، تمطرش بقى، خليك مقدم. هي حاجتها كتير بس حلوه. نيجي هنا بقى، عندنا الزبادي الاول، نص كوبايه زبادي، حطينا رشه ملح، السكر لا لسه، استنى احط بقى السكر. ايه السكر؟ ممكن اخد من دي سكر، معلقه سكر كبيره كده، معلقه سكر كده عشان نعدل طعم القرص دي. ومعانا البيضه على الفانيليا، ادي البيضه والفانيليا، وادي كوبايه الزيت، على الكيلو الايه الدقيق، على كيلو الدقيق، والميه نعجن بميه بقى. ايوه عم اشتغل اهو، الحقها بالميه عشان ما تطلعش بره. قرص عاديه خالص زي اللي احنا بنعملها، بس هما ما بتطلع بيحطوا لها ايه، زيت زيتون. نجيب بس الصينيه برده وندهنها بشويه زيت، هو بيحط لها زيت على وشها عشان تبدا تفضل تلمع. صينيه برده شويه زيت برده، دي قرص جميله قوي، وبنجدد في القرص برده بتاعه المطبخ المصري كمان، يعني احنا عندنا قرصنا على طول اللي هي بشمر او اللي احنا عملناها طبعا اول، الحاجات حلوه جدا طبعا برده، بس برده يعني زودي بالحاجات دي. بص العجينه كده اهي، بص لونها حلو ازاي ومليانه، يعني هي حلاوه بقى القرص دي ان هي مليانه بقى حبوب كتير مغذيه جدا، يعني اللي ياكل قرصه من دي بص مليانه حاجات كتير قوي، السمسم وحبه البركه والكركم واليانسون والشمر، يعني مليانه بصراحه، فحلوه قوي، والمحلب وريحه الكحك، يعني هي بص مليانه حاجات كتير، فالواحد قرصه من دي فعلا مغذيه، يعني مش باكل بس دقيق وخلاص او عجين وخلاص، لا، وخفيفه، هي كوبايه زيت على الكيلو. ماشي، حابه تسيبي العجينه تخمر
ماشي، حابه ان انت تشكليها وبعدين تخمر زي ما انت عايزه. تمام. انا بقى كده طبعا انا اشتغلت في العجينه دي من غير الايه، من غير ما اخمرها، فدي بقى بسيبها لو انا مخمراها بسيبها ربع ساعه وادري ادخلها، انا مش مخمراها فبروح سايباها ايه مثلا ساعه ساعتين وبعدين ادخلها في الفرن.